يلاه على بركة الله، نرحبوا بضيفنا اللي تتواجد معنا عبر الهاتف مباشرة، السي لطفي برجي. السلام عليكم السي لطفي. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يبارك فيك السي لطفي برجي، وشكرا ليك على تلبية الدعوة وعلى قبول هذه الدردشة معنا في المباشر عبر مساء الخير يا مغرب وشادة تي في. أنا فرحان وجد مسرور أنني نتواصل معكم، وشكرا لشادة اف ام على الدعم ديالها والمشاركة ديالها والشراكة ديالها مع مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك في الدورة ديالو 13. العفو سيدي، وإيمانا منا نحن كإعلاميين، إيمانا منا بهذا المهرجان وبإبداعاته وبغايته وهدفه هو تشجيع طاقات الشباب واكتشافها في هذا المجال اللي هو الفكاهة. يلا سي لطفي، بداية أول حاجة تتبادر إلى الذهن قبل ما ندخل معك في تفاصيل الدورة 17، ما الجديد فيها، ما الذي ميز عن باقي الدورات؟ خليني بداية نقول لك لماذا دورة بوشعيب البيضاوي هذه السنة؟ فعلا شكرا على هذا السؤال الوجيه. صراحة أن دورة بوشعيب البيضاوي، عندما نتحدث عن بوشعيب البيضاوي كتجربة كثقافة شعبية مغربية، يعني يتبادر الذهن على أن بوشعيب البيضاوي كان كوميديا وكان فنانا، كان يغني وكان يتقمص دور المرأة في تلك الفترة. صراحة كانت الفكاهة لها يعني بال كبير يعني، وكانت تحدثوا على العائلة المغربية كيفاش كانت، يعني كيفاش كنا كنتفرجوا في القدميري وشعيب البيضاوي ومجموعة ديال الفنانين اللي كانوا وسكيراج ومجموعة منهم اللي كانوا صراحة يعني أبلوا البلاء الحسن في الفكاهة وفي الغناء. ويعني شعيب البيضاوي كفنان يعني بحال بغينا نقولوا أنه وضع على واحد الأرضية للفكاهة والغناء في تلك الفترة ويتشبع بها هذا الجيل الصاعد اللي هو الجيل ديال الألفية الثانية 2022 صراحة. ولقينا أن الشباب يعني حبوا الفكرة وعجباتهم بشكل كبير، ويعني وبغاو يطلعوا على هذا التراث الشعبي المغربي اللي هو أصالة المغاربة اللي فيها العيطة المرطوية والنكتة الجميلة والمهذبة صراحة يعني هو واحد النوع ديال جسر التلاقي ما بين الماضي والحاضر. صحيح. جميل جدا، وهذا في حد ذاته رائع جدا، أن يفهموا الجيل ديال اليوم وشباب اليوم في أي قطاع، ماشي بالضبط في هذا الإبداع الفكاهي، في أي قطاع أو أي مجال، يفهموا بأنهم هم اللي كانوا تأديوا واحد الحاجة راه ما وصلتهم تناس قبل منهم تعبوا عليها. يعني كانت واحد يعني واحد كما كنقولوا يعني واحد الأرضية يعني صلبة اللي خلاتنا أننا كل سنة أو سنتين أو 10 سنوات كنزيدوا إلى الأمام، وحنا يعني كنرفعوا القبعة على هاد الناس اللي كانوا مؤسسين لهذا الفن اللي هو العيطة واللي هو الفن الكوميدي. والشباب الآن وضعنا بينهم وبينهم هاد الجسر لهذا، هم يعرفوا على أن اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر. صحيح، يعني هذا هو الأساس. صحيح. قل لي سي لطفي برجي، تعرفوا بأن المهرجان الدولي للضحك الدار البيضاء بدايته في 1994. صحيح. من 1994 إلى 2022 والدورة 16 اللي سالات في 25 من الشهر الماضي. صحيح. يعني ماذا تغير؟ أشنو فهمتوا؟ أشنو غيرتوا؟ لأن بطبيعة الحال ملي تنبداو بالدورة الأولى اوتوماتيك من الدوره الثانيه ماشي هي الدوره الاولى، وهكذا تناخذوا الدروس ناخذوا العبر في كل دوره. اذا منذ البدايه 1994 الى الان او الى الدوره 17، قول لي شنو طرا وشنو تغير وشنو الدروس اللي كاينه بالنسبه لتنظيم مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك. استاذي انا قبل ما غادي ندخل معك لهذا الشق باش الاجابه على السؤال ديالك، بغيت غير ندير واحد التوطئه، يعني ان المهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك هو يعني كان يعني خرج من جامعه الحسن الثاني الدار البيضاء. وعندما نتحدث عن الجامعه نتحدث عن طلبه الاكاديمي، عن طلبه الاساتذه، فكانت هناك واحد نوع من البحث أو التجربة، يعني طرحنا مجموعة من الأسئلة، لماذا لا يضحك المغربي أو البيضاوي بشكل خاص؟
فكانت واحد النوع من استشاره او يعني مع مجموعه من الفاعلين من الطلبه والاساتذه، وحتى في الشارع خرجنا ودرنا واحد الاستماره وقلنا لماذا لا يضحك المغربي. فالمغربي لا يضحك لانه يعني جامع لمجموعه من الهموم. فعلينا هذه الهموم يعني نحاول ما امكن اننا نبعدوها على المغربي لكي تعود له البسمه والضحكه، وخاصه مدينه الدار البيضاء، مدينه ستريس، المدينه الغول هذه ستريس والارهاق والتعب، يعني مدينه كبيره. فقلنا لماذا ما يكونش هذا المهرجان بمدينه الدار البيضاء، لانها مدينه كبيره، مدينه اقتصاديه، يعني خص يكون عندها واحد النسمه، واحد الريح فكاهي، واحد صح التعبير، واحد الجو مره يكون عند المغربي وعند البيضاوي، لكي يعني تنثر هاد تكون نوع من الانفراجات في التعامل مع بعضياتنا، مع العائله ديالنا، مع اصدقاء ديالنا، مع العمل ديالنا، لان الضحك هو يعني نوع من الثيرابي كما كيقولوا، يعني هو دواء للروح. وهذا صح فبدات الدوره الاولى مباركه من مجموعه من الفاعلين الثقافيين والفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا مجموعه من السفارات اللي داخل مدينه الدار البيضاء، منهم السفاره الاسبانيه، السفاره الامريكيه، السفاره الروسيه في تلك الفتره، السفاره الالمانيه، مجموعه من السفارات اللي جابوا الفرق ديالهم، كانوا كيديروا الميم والبونتوميم، والمغاربه، وكان الكريم ديال الفنان المعروف ديالنا اللي هو بشكل الاسم ديالو غادي نذكره الان، اللي هو عبد الرؤوف، اللي كان اول تكريم قامت به الجمعيه والمهرجان في تلك الفتره، وحضر معنا سي عبد الرحيم التونسي. عبد الرحيم التونسي، وكان يعني صراحه فرحان على ان هذا التكريم ورد الاعتبار للفنان المغربي. وكنظن ان السؤال ديالك ماذا تغير؟ التغير هو ان الان احنا في اطار ان تكوين شباب صاعد. جميل. وشباب جامعي وشباب ديال مدينه الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء. فاللي التغيير هو على اننا وضعنا واحد الفرقه سميناها فرقه حقيبه الضحك، اللي كنشرف على التكوين ديالها منذ سنوات، وهذه فرقه حقيبه الضحك هي التي تؤسس وتؤثر هي التي تقوم بمجموعه العروض داخل الفضاءات ديال المهرجان او خارج المهرجان، اما كنتكلموا على التياتر دو غي مثلا، او يقوموا بالكوميديا داخل القاعات ديال المسرح، او في الجامعه، او في الماستر كلاس. يعني هاد الشباب الصاعد اللي فيه شباب فيه بنات وفيه الاولاد، صراحه يعني هذا من بين الاشياء اللي احنا فخورين بها، لان الهدف اخر المطاف هو هاد الجيل الصاعد، لانه بدا يفهم على ان الكوميديا لابد من تكوين، والتكوين يكون يعني تكوين يعني تكوين على القواعد ديالو صراحه، يعني ما هي الكوميديا وشنو هما كيف تصنع الكوميديا، وكيف مثلا كتابه سكتشات، وكيف مثلا يعني شنو هما لي زانغريديون ديال السكتش اللي تكون يعني في المستوى العالي. فهذا ربح لينا صراحه، لاننا الان احنا هذه الفرقه هذه يعني بدات تكبر، والان غادي دير واحد الجوله مدينه في المغرب، نمشيو لمدينه الطاط، مدينه فاس، مدينه الرباط، مدينه طنجه، غادي نقوموا بهذا هذا، وغادي نبقاو نتواصلوا مع شهد اف ام ومع شهد تي في على اننا تحاولوا انكم تغطيوا هذا مرحبا على راسنا. يعني هذا هو الجديد في هذه الدوره هذه صراحه، لاننا جميل. وكذلك الجديد هو اننا المهرجان ما كينساش ان هناك فنانه مغاربه، احنا قمنا بالتكريم ديال مجموعه من الطاقات سعيده شرف، وهدى صدقي، احمد ابو عروه صراحه، وفاطمه الزهراء العروسي، وهدى صدقي، مجموعه من الفنانين، مصطفى هنيدي عفوا، والصحفي المتعلق كذلك سيرجي، يعني مجموعه من الفنانين، وحضر معنا السيد عبدو، نبيل بناني، وفتيح، ومجموعه، وناس اللي جاونا من فرنسا ومن بلجيكا ومن دول اخرى، اللي اتتوا معنا هذا الفضاء الفكاهي الجميل صراحه، وكان يعني الحضور متميز ديال الجمهور المغربي وغير المغربي البيضاوي او غير البيضاوي.
جميل سي لطفي برجي. اذا هذا هو المهرجان الدولي للتحكم بالدار البيضاء منذ 1994 الى الدوره 16 اللي كانت قبل ايام سالت قبل ايام وكان منح للجوائز بجامعه الحسن الثاني اظن امس. اذا هذه هي الخلاصه. الجميل هو انه المهرجان اللي عجبني شخصيا انا اقول اللي عجبني شخصيا في المهرجان هو ماشي فقط فكاهه وتنكيت وضحك انما لا انما كاين ورشات كاين وقفات اكاديميه ثقافيه ابداعيه مهمه جدا وهذا جميل في المهرجان. هذا جميل صحيح. كانت واحد كما كنسميها يوم دراسي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية عين شق، يعني تحدثنا عن النكتة بين الأمس واليوم، يعني حضرت هذا اليوم الدراسي مجموعة من الأكاديميين أساتذة جامعيين دكاترة استاد بلاجي استاد أبو عروة كذلك حضر معنا مجموعة في العزاوي من مدينة بني ملال هي مجموعة يعني وتناولنا هذا الجانب ديال كيف كانت النكتة في الفترة الماضية وكيف تحولت النكتة الجديدة الآن اللي هي عبارة عن التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي وقارناها بالنكتة الماضية وكيف كانت وكيف صنعت ومن كانوا صناع النكتة وكيف الآن دخلت النكتة إلى بيوتنا بجميع يعني تجلياتها الطالح منها والصالح منها. وهذا يعني عمل أكاديمي للبحث في هذا لأن النكتة أحببنا أمكر هنا فهي يعني واحد الجونغ يعني من 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 من, من, من الأدب صح التعبير. فالنكتة هي حاضرة في الثقافة الشعبية في الأدب في المؤلفات في المسرح في السينما في جميع المجالات التي نعيشها في الحياة فهذا جزء من الناس. بغيت نضيف إضافة أخرى على أن المهرجان انفتح هذه السنوات على ما يسمى بقافلة الخير والضحك. فهذه القافلة توجهت إلى SOS Village ويعني كانت ورشات لهاد الأطفال اللي هما محرومين ويعني ومشينا بالقافلة ديالنا ودينا معنا يعني أشياء اللي هما محتاجين لها ولكن الورشات كانت أحسن يعني أنها كانت بوينات لهاد الناس. هاد كذلك ما نسيناش الناس دور العجزة اللي بعين الشق فتوجهت القافلة إلى هاد الناس هادو ودرنا لهم واحد الحفل جميل جدا حضر فيه السيد عبدو حضر فيه السيد نبيل بناني مجموعة من الفنانين المغاربة صحفيين وحاولنا ننشطوا هاد الناس هادو ومشينا ودينا بعض الهدايا وعملت هذا وقلنا لهم على أننا احنا ما نسيناكمش كنديروا مهرجان ولكن المهرجان ماشي غير الناس اللي كيجيو للقاعات راح نتنجيو عندكم باش تكونوا كذلك البسمة والضحكة حاضرة عندكم. جميل. وما ننساوكمش لأنكم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي. رائع. ومشينا لور جويوز كذلك نفس العملية درنا لهم ورشات واللي تفاجئنا في لور جويوز بيني وبينك صراحة يعني أنا تفاجئت أن لقينا الأفارقة أكثر من المغاربة حاضرين في لور جويوز. طرحت السؤال قال لي أن هذه المسألة هذه راه يعني الظاهرة أصبحت يعني ظاهرة في المغرب أن بقينا كنشوفوا أن أفارقة متخلى عنهم داخل المغرب. فلور جويوز أنها تبنات هاد الناس هادو وكتحاول أنهم تقوم بالتدريس ديالهم والتكوين ديالهم فهذه بادرة حسنة وحنا كملنا هاد الورشة هادي ودرنا معاهم ورشات في الرسم وفي المسرح وفي مجموعة الأشياء هذه هو الجوانب الجميلة في المهرجان. إذا المهرجان ما عندوش فقط هذاك ما فتحش فقط باب النكتة والضحك وإنما فتح باب إنساني باب أكاديمي باب إبداعي. جميل رائع جدا رائع والله يوفق مزيان ملي كاين هاد الأهداف راه الله يوفق. قول لي ما بقاش مع الوقت كثير وخليني نقول لك ملي تنهضروا على المهرجان الدولي للضحك فهو عنده طابع دولي والطابع الدولي يعني كاين مشاركة ديال دول. واش عندكم طموح اكبر انه يتوسع على المستوى الدولي ولا غادي يبقى منحصر تقريبا مثلا فرنسا الكاميرون بلجيكا وفقط؟ لا انا صحيح انا متفق معك لان الجانب لما يتحدث على مهرجان يتحدث على الجانب المادي. فاحنا غنطمحوا ان شاء الله الى دورات مقبله على اننا يكون عندنا مستشارين اكثر ويعني وناس اللي غيساندونا اكثر وكنشكر جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء اللي ساندتنا بشكل كبير كلية الأدب عين الشق اللي ساندتنا بشكل كبير
يعني كذلك أنفا يعني مقاطعة أنفا اللي ساندتنا كثير صراحة إدو أنفا كذلك ساندونا يعني مجموعة ديال الشركاء القناة الأولى القناة الثانية دوزير مشاهدة إف إم هيت راديو يعني مجموعة من الناس اللي تيقن فينا أكثر وكنظن أننا غادي نفتحوا أكثر على الدول العربية على الدول الإفريقية الدول يعني في أمريكا اللاتينية لماذا باش نشوفوا هذا التجاوب وهذا الأخذ والعطاء لأن الكوميديا راه ماشي غير الكلمة صح صح راه الكوميديا راه فيها الميم وفيها البونتوميم وفيها صح الغناء فيها مجموعة الأشياء اللي يمكن أنها تكون ولكن أنا كنوعدك من هذا المنبر هذا على أن المهرجان سينفتح على دول أخرى وغادي نفتحوا إن شاء الله على طاقات أخرى وعلى فنانين أخرى وغادي يكون إن شاء الله له صيت كبير إن شاء الله لهذا المهرجان إن شاء الله للدورة 18 إن شاء الله ديالو في السنوات السنة المقبلة إن شاء الله. جميل الله يوفق. باش نختم معك السي لطفي برجي تتعرف بأن أكترو كاينين بزاف دابا الان ديال مسابقات الفكاهه والضحك كاين بزاف ديال المهرجانات الضحك كاين بزاف ديال اشياء كثيره مرتبطه بالفكاهه والضحك كاين برامج تلفزيونيه فيها مسابقات راك عارف كاين واحد الزخم الان ديال البرامج اللي مرتبطه بالضحك سواء كانت مسابقات سواء كانت مهرجانات الى اخره. واش مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك لا يتخوف من المنافسه؟ سؤال وجيه كذلك لأن نقلت لك على أن أول مهرجان في المغرب هو المهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك يعني ما كان لا مهرجان حتى مهرجان ما كان في المغرب حنا لا كنا كنتخوف وكنا شحال هادي نسحبنا الآن حنا الرهان ديالنا هما الطاقات الشابة ديالنا عندما نتحدث على الجامعة فالجامعة هي كتعطينا واحد الفضاء ديال التكوين أكاديمي هناك يعني مواهب عند الشباب ولكن الموهبة لا تكفي فهناك لابد من ممارسة ولابد من تكوين ولابد من الجهد فالطلب اللي هم حاضرين معنا في حقيبة الضحك دائما كنمدوهم بنصائح وتوجيهات على أن الفكاهة مثلا كنقولوا للفنانين ديالنا ما بغيناكمش تكونوا نسخة تبقى الأصل لبعض الفكاهيين المغاربة تكون عندك واحد البصمة خاصة ديالك وتكون جبتي الجديد للساحة الفكاهية المغربية إلا قلت لي فلان وفلان وفلان فما هو دورك في الفكاهة حتى على مجموعة من الثيمات التي تطرح فهناك مجموعة كبيرة من الثيمات لابد أن نطرحها على المجتمع المغربي بطرق جميلة وبطرق يعني تتماشى مع المتطلعات ديال المغربي والحضارة دياله والفكر ديالو والخطوط الحمراء اللي كتجمعنا مع المجتمع المغربي صراحة وبغينا أن هاد الوليدات هادو أنهم يكونوا فكاهيين وهما يكونوا جامعيين ويكونوا عندهم مثقفين معنا ناس اللي كيديروا الماستر معنا ناس اللي كيديروا الدكتوراه ناس اللي هما كيديروا في الإجازة يعني ناس اللي فاهمين أشنو هو الفكاهة بالمعنى ديالو ما بغيناش مثلا أنت كتدير له ستاند أب مثلا وأنت لا تفهمه ستاند أب كنقول لهم مثلا ستاند اب راه ما فيهش ديو في العالم ان فاش ظهر في امريكا ما كانش فيه ديو ستاند اب ستاند اب سي كوا كتاخذ لو ميكرو وكتوقف وكتواجه الجمهور وكتاخذ الموضوع ديالك من الحياه اليوميه ديالك شنو كتدير لها كتحاول تعطيها واحد نكهه واحد الجماليه فكاهيه اللي كتخلي المغربي يضحك يعني انت كتدخل الجزئيات لأن الشيطان يدخل في الجزئيات فعندما تدخل إلى الجزئيات تجد الأشياء التي تضحك المفارقات الغرابة شي حاجة اللي هي كنسميوها لا سيغطيز هذه كتخلي الإنسان تكون عندنا واحد الفكاهة مثلا الآن بدنا كنشتغلوا على الميم والبونتوميم معايا أنا واحد الأول اشتغلت معي على واحد الكونسيبت جديد اللي هو كنشتغلوا على شارلي تشابلن فوت معاه الكونسيبت دابا تشوف لي الصوره وتشوفها يعني كان ممتاز هو اللي حاول يدير دار التنشيط ديال المهرجان من الاول ديالو الى الاخير ديالو ولكن السؤال اللي طرحت عليك فيه شوف عثمان انت الان كتشتغل على شارلي تشابلن ولكن بغيتك غدا تعطيني واحد النموذج جديد ماشي كيشبه لشارلي ولكن تعطينا شي نموذج اخر مغاير لشارلي تشابلن بالاسلوب هذا اللي كتكون تضاهي هاد الفنانين الكبار بحال مستر بين هذا هو الجميل في هذا المهرجان يعني كاين الفكاهه كاين ستاند اب كاين الميم بونتوميم كاين الغناء كاين مجموعه ديال الاشياء وكاينه الخدمه
وكاين هاد يعني اليوم الدراسي اللي كيخلينا اننا نفتحوا ونفهموا شنو هي الكوميديا. نعم. وشنو هما الدور ديال الكوميدي داخل المجتمع المغربي. واضح. شكرا لك سي لطفي برجي. ومع كثرة يعني المحطات المرتبطة بالفكاهة سواء كانت مسابقات سواء كانت مهرجانات في ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. والمستفيد أكبر هو المواهب. صحيح هذا هو الهدف. شكرا لك لطفي برجي. شكرا. شكرا لكم كذلك والشدة اف ام والشدة تي اف ام. شكرا لكم. شكرا شكرا لك رئيس مهرجان الدار البيضاء الدولي للضحك. ولا بد من الابتسامة دائما وابدا. شكرا لك سي لطفي. يلا